القرآن ذوال ربي عزيزا السفوغا سطلا مرثفاث يتساوين ذو فريد مسلما ورثكين دما. قرآننا قلوبنا له سكن، أرواحنا له وطن، يملأ فينا عقلا ووجدانا، ما أتعس من سار بغير منهج، طوبى لنا قد اتخذناه قرآنا، ومن لم يرتوي من نبعه عاش أبد الدهر ظمآنا، وليس يغنيه عن سؤله وإن شرب من غيره وديانا. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله. أيها الإخوة الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وقد درس ويسا 407 من دروس التفسير، ما زلغ في سورة الروم. السجد نفسر ميرد ربي سلاية 27 المثلية 31. مع الدرس السابع بعد 104 من دروس التفسير، لا نزال مع سورة الروم من الآية 27 إلى غاية الآية 31. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه. أكيث في ذلك أربا ديقار ذنسا إدي خلقا يكث خلقيث، أي نظرة أي نور نظري، خطر الكائنات الخلائق إلا وين نحصى، إلا وين نحصي يرى، إلا الإنس ذنكني البشر، إلى الجن كيف عالم آخر عالم الجن. وذي القرآن تلا سورة كاملة اسم سورة الجن، قل أوحي إلي أنه استمع نفر من الجن فقالوا، أم الاثنين منكني لا المؤمنين لا الوياض، لا نوجد يمنا لا نوجد كفران لا نوجد عصان لا نوجد ضوعا، النفر كيكسلاني القرآن فقالوا إنا سمعنا قرآنا عجبا يهدي إلى الرشد فآمنا به ولن نشرك بربنا أحدا. فكان العهد يا ربي واستخدمنا لا شريك، إلا العالم نظن عالم الطيور عالم الحيوانات بجميع أنواعها والطيور والحشرات، يعني يكذا لو كرياتور ربي ي ون الى دو. هو الذي يبدا الخلق ايجاد من العدم من غير مثال سابق، ماشي ذمذان ذي المثل امذان اما صوف اي ولا مش فنو لفنا امين ويزي اي ولا مش يخدم اللوح يخدم يتعاند لا اون ريفيرونس لا موديل الا وقعونذ. ربي سبحانه يخلق ديك كل خلق من العدم، ولكن بعد شو دينا ثم يعيده. اسير الموت، الموت يكفل صار ربي يكفل الله، الموت حق ربي سبحانه عز وجل يعلم غيد يخبر غيد القران بلا سمثمياك ثلاث سبة إلى بلا سبة، الموت واحدة والأسباب متعددة، الموت يوث السبة ماشي يوث، ولكن الموت مدرسة ألقى تحفظ بلا ما تهضرد سمناس الواعظ الصامت، يعني الموت يغدي تسمسلاي بلا موال بلا ما يهضرد، واعظ صامت سسمي يرنا العبد ما يوحد ربي ولا ما غزف العمر والزيل. استقسيت مغارا يسعى 90 سنة أخيني والله ما فقه وكم كي لانت مكي عدانت عدانت زرفنت غصفنت سن مغاولة سريعة سلتو ذي زمانا كان قالوا شفام يقول خاص نقرا دياس لون 2000 ها ثاني يوسف 2000 ها ثاني قلاغ 2022
ديجا يعداو كورا مزوالو تزال يتزال الوقف الموثق تراجو إلا محمد رسول الله يا زينيس صلاة في النبي الطاهر نتساند باب الشفاعة فقسطن الموث زير ثوار أشحالي فردان ساعة إكفغو يغزي في العمر لابد داوض الساعة فساد الموث الحرف الليف الشهادة وريث ثليف تكفى الهضرة تكليف هذا الشيء هذا غيث العلي فساد الموس الحرف البان ثفاد الهلك ذا السبان وراس زميرنا الطبا أرسول ففن القبا أم شفاعة كتشيني فساد الموس الحرف الثام لأن الحروف مع الدغة خطر وزيف تنشتيلات فساد الموس الحرف الثام الصورة يوثه ثوثا الروح يساعد المرثى لا تتسن الورثة كل يونك يتمني فساد الموس الحرف الجيم المؤمنين يستحوي جيم غرث القرآن ثهجيم سيثماس إن شاء الله هتنجيم أتمنى عمسي الحزاني فساد الموس الحرف الحاء ناناس زيك اسميك صحة ذي بيت الله يقلحا إن شاء الله دنوفك يمحى الصلاة على العدناني تساد الموس الحرف الذال السيس موري الليل فذال ولا شوي روح عندكم كان وايض تساد الموس الحرف الذال السيس موري الليل فذال ثلها زغلة السعذال الفقير كذ الغني تساد الموس الحرف الضاء لحباب خذ من الفريضة ناناس إلى يسيف ضاء إلى قصفر القضاء ومد ليث الفاني سيعفو ربي ودي جانس فلوياكي يعفو ياون أكي قارن وين يموثني جاد ميثي دنبذر أسنفك الدعوة الخير وقي وين يقارن حاجة رمضان محفوفة في الله يعفو ربي ذن فياز ميكس لانيث شرعيث أتي دياوست تقفايليث سووال تقفايليث زديا يصفان ثم يعيده المعنى يس أنمث أن بعد البعث ثلاث خرث الآخرة حق الذين يؤمنون بالله واليوم الآخر شحال حديث عند النبي عليه الصلاة والسلام من كان يؤمن بالله واليوم الآخر إلى وند دينا فليكرم جاره إلى وند دينا فليقل خيرا أو ليصمت الشدير الإيمان بالله واليوم الآخر لأن الإيمان بالآخر لا يعطل الدنيا بل يهذبها ثم يعيده ربي سبحانه بعد شو وهو أهون عليه يعني سهل فربي باش يوم القيامة أغدير كل أرواح النار أدنو غلكنين لا ونفذو رحلة الحساب ذينا نفذو المعنى يسوري وعرارة فربي سبحانه خطر الأياجي وقاذ يعني نكرن البعث ثوثرت تنكرة خطر تسيذير بيكين أوا ما كاش منها واحد كيموت من بعد يرجع له الروح يا ولدي وكيفا شكون اللي واعره البدايه ولا الاعاده اذا كان واعره واعره البدايه ولكن ربي سبحانه ما كاينش حاجه واعره عليه ما كاينش حاجه عزيزه عليه كل شيء سهل ربي مدينا في سوره ياسين الايه 82 انما امره اذا اراد شيئا أن يقول له كن فيكون أطناقين كورونا مكفار بذيروح إذن سفري يوكث خلقيت سفري مي عادي العبد يسعى الإيمان مرحبا تتخذ الأسباب نعم يجتهد العلماء تجتهد المختبرات نعم ولكن لقد نحصب لي المعيني فغار بيضرون العبد يتحبير أرنوياس ربي الدبير
إنما أمره إذا أراد شيئا أن يقوله كن فيكون. إن شاء الله ربي سيقول كن فيكون. أذر في ربي الطناقي أكذو قالت لي شبان في تخلقيه مرة من بعد ندوه هو أهون عليه يسأل في الناس. وله المثل الأعلى الوصف الأكمل في السماوات والأرض. ربي سبحانه يسعى الوصف الأكمل لا يشبه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. إذن ربنا جل جلاله يستحق أن يعبد. ألا تستاهل باش تعبدك تخلقي فيها وكوك بلا استثناء. وهو العزيز الحكيم عزيز ولاش شكوار في الناس كل شيء سهل في الناس حكيم كل حاجة هذه الحكمة والله ما ندري حكيم وكلمة ولا ضيون لا مغرز مني يسعى لعقل ذي المعقول لا صجاس لعقل ذي المعقول لا ريزون لا لوجيك يتقبيلي ذا لعقل ذي المعقول سيد وقيل الفلاني الله يبارك كل يفغو يسعى أو يدك عقول البشر تجتمع حكمة الحكماء لا شيء لا وجه للمقارنة ليس كمثله شيء وهو السميع البصير أي يخدم ربي حكيم ما شاءه يون واس يون الحك ذفاس تمشطوح أذغى إسق سفافاس إن يسفافا ورفهيم غارة أمي ثخسيث تمشطوح تفكد ثخسيث انشتيلات ولكن ثزديث شجرة النخلة أعليث تفكد تمر مشطوح نغثى الزمور تفكاد الزمور ذا مشطوح إن سي با نورمال أمشي هكا نورمالمون التجرة ثم قرانت الدفك الغلة ثم قرانت إلا قا الزمور أنشت تخسايث إلا قا تخسايث سو زمور أم غارني عرق انتاس إن سي ودي الشغل نربي أين سي بغا الفهمة خاطر في كوال لنا الغاشي بغا الفهمة يبغى يفهم ذي الحقيس أم غارون السينار سي قادر ربي بغانا كي وخلاص ليلح وليلح ويعدد دوت زديت نتسمر يغلي دعاء قان نتسمر فوق رون الميس إنا سمي سير الجواب إنا سمى بابا غامي إنا لو كان سخسايت لو كان سخسايت يدي غلين فوق الروح بقى على خير صافي تخسايت مدام الزايف نغث هذا اللعث إلها تقيم ذي القاعة ورث ضرارة ولكن الغلاني علين تجرى علينا دفك الغلا مشطوح ادغلي فوق الروم تصروزارا ادغلي فوق باربريزو تصروزيارا حكمه ضرب لكم مثلا من انفسكم هل لكم مما ملكت ايمانكم من شركاء فيما رزقناكم فانتم فيه سواء تخافونهم كخيفتكم انفسكم كذلك نفصل الآيات لقوم يعقلون. ربي سبحانه ميدي شقع اللايات لايات أما اللي في هرسي كورانيك لايات أما لايات أجل الكون في كتابي إما في كتاب الله المقروء نو في كتاب الله المنشور المفتوح أتغرض القرآن أتغرض ولي جنوان ولي إثران ولي أمكدي خلقر أتوحد ربي سبحانه في كذا قيل لا يا ثيف كذا ربي لقوم يعقلون أو قد استخدمنا اللغنسا ونو نستخدم اللاغيس ذا المحال أذي السنسيدس الذي لا يستخدم عقله لا يمكن أن يتمتع بمعرفة الحقيقة لذلك ورد في القرآن أكثر من 1000 موضع ربي سبحانه يتحدث عن العقل وعن وظائفه إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار لآيات كثيرة وين استخدمنا اللغز اليوم لذلك كبار العلماء من الغربيين الذين استخدموا عقولهم في جميع التخصصات
دخلوا الإسلام واعتنقوه من أوسع الأبواب. كبار الأقطاب موجودون وهم كثر. آرثر أليسون، إيفان واجي، موريس بوكاي، إدوارد سبنسر غولز، إيفان وقال لي ماشي ذنكوني إيفان ما يسمون النظم فانن، ولكن وقال لي سنادينا استعرف نسوالو. أرثر أليسون أكي ديال 1985 جي المؤتمر ينا يسو السيغد باش تبروفيغ بالقرآن أكي والو ناسي الله ربنا دي سورة البقرة الآية 111 قل هاتوا برهانكم إن كنتم صادقين. ولكن قافلي مسلوني كيشفان دايني مثل رسالة ذي الفيسبوك ذي الانترنت وكذا إلا تشويش ذم قرآن يجي واحد يقرأ في, 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 في الانترنت وفي الفيسبوك وهذا التواصل الاجتماعي أو يقولك وقال ما كيش منها يثير الشبهات يقولك ما كان ولو يا ولدي خير إن شاء الله كل اللي رماها كل اللي قراها زريعة واحدة. وطبعا العلم لا يؤخذ من الفيسبوك يعني ثم سني ماشي سي الفيسبوك ولكن أقلق ذي الزمانيس وليت خدمه ذيني مقلق وقاذ ومفكار بي ثم سني والسناس اللي شو ألاقي إلى قذن الشرن ثفاف باش هذي روح طلام أذن الشرن ثم سني باش هذي روح جهل لأن الإنسان عدو ما يجهل. بل اتبع الذين ظلموا أهواءهم بغير علم. الله عارف ولكني يفغنا فريد يظلم خطر إن الشرك لظلم عظيم ولاش الفاطلة مقرنة منه نستعرف أرى صار ربي سبحانه وقال لك ظلما ذذا عن الهوى نسن الهوى والهوى يتسوي فيسغ الهاوية الهوى يؤدي بصاحبه إلى الهاوية قد يندم في يوم من الأيام ربما لا ينفعه الندم. ذلك ربي في سورة الأعراف الآية 205 ولا تكن من الغافلين. يزمر بلاد ما يعجب الحال هذيك الشم ذي تمثال تقين الشبهات وكذا هذا غادي يروح ذيك السنت ولكن ربي سبحانه يناد بغير علم. ما كفر شخص بعلم ما كفر شيء شخص في هذا الوجود بعلم ذي المحاليون ذي يكفر ستمو سنين سوى ما إلى عرقس وفريد أريد صوضار. فمن يهدي من ضل الله ما إلى يوان ذين خطر الهداية غرب سبحانه نكون يتخذ الأسباب نسمع إمزاغ نغاثنا اللي نغاد فتحان تنوالي الخمام نستخدم اللغنا أنا وضر فيت ربين وهديناه النجدين. من بعد ما إلى نستخدم أي نقلقات نستخدم ربي دي هدون الآية الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله. من بعد ربي سبحانه شديدنا وما لهم من ناصرين ورسعي ولا في حامين ولا يحارف في الناس ولا دي الدوني ثاني السلوثة كني كفا أثنى دي الدوني ولكن ما ريب بضغ الله خرف أريد سفاعوين أريد سف الناصر أريد سف الولي أريد سف وريحامين في الناس. فأقم وجهك للدين حنيفا الدين الدين حنيفا الدين الحق اللي هو الإسلام دين الحق بمعنى غير دين ربي لا ينظن. ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه وهو في الآخرة من الخاسرين. فطرة الله التي فطر الناس عليها الإسلام الدين هو دين الفطرة. نبي صلى الله عليه وسلم ناد كل مولود يولد على الفطرة أجروز ما دلال لكوث جنكوي مولان أذرومي استدار في ساث جن وحدس أذي من صربي يقينا ممكش من دوياض أزرع عندك زرع عام الخسارة ذايا ذاقي لذلك الإسلام دين الفطرة معنى يستجيب مع فطرة الإنسان مع ما جبل عليه الإنسان فطرة الله التي فطر الناس عليها فطر الناس لا تبديل لخلق الله. ولكن للأسف ذي لوريونتاسيون تقول له أدسن أما توشول أما ذي الإعلام أما ذي النظنيوك أما ذي مسنون أما أتساوين مدن ذي غير فريد أسين خط أفل يقول السفوارة إمغار نقار زيكا غير وربي ذي فريد نسلامة ورثكين دما معركة هي معركة حقيقية أقلاغ خطر يقول ما لا يخسر الآخر في سيش ويرباح
إذ يا ربي ربحك الدنيا تاي يكسفك الكنوز الدنيا ولكن ما إلا ثروحة سلاخر ذايان ذيني مغدينا ربي يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله فورتيفي أوغمونتي أرنوثاس فكتاس فوذ الإيمان النون أين السعام ذرو سرنوث المد يوض لجل الحمد لله أتسيل ثوجد فهقى ضيمانيك نهقى منا إن شاء الله الرحلة رحلة الخلود أم بعد ذلك الدين القيم الدين الحق يمكن فلسة رب سبحانه ولكن أكثر الناس لا يعلمون يعني شنو قاعد يعرق سنو فريد يرنا المشكلة أنه يحسب مانسة سوا سوا أذي سوالي المؤمنين استيطنقصا سيني وقاذا غافلين والسيني الوالي تظلي رمضان لا عشورة شو كوني هنا كان بدلنا أخذ من أماكن فيه تعارض ولا تعارض بين عمران الدنيا بين عمارة الدنيا وعمارة الآخرة بل رب سبحانه وابتغي فيما آتاك الله الدار الآخرة ولا تنس نصيبك من الدنيا لكليبر لاخر فيه في كاس وستفيرة الدنيا آخر آية منيبين إليه راجعين إليه تائبين إليه واتقوه أما ذا بيكون يشضن ويغلظ عادي خقار استقبالي ربي يعفو يغفر يوين يشضن يوخر حديث صحيح رواه أمازيغي مسلم غلا ربي يعفو يغفر يوين يشضن يوخر يلا وربو لي غلقار في بوران الرحمة بل قال قل يا عبادي الذين أسرفوا على أنفسهم لا تقنطوا من رحمة الله إن الله يغفر الذنوب جميعا إنه هو الغفور الرحيم واتقوه خطر السمام الأمان الخوف الرب أقوى الثرب أقوى الثرب هذا كيف دقاء ربي وأقيموا الصلاة ظلف ودقارانك الخوف ربي ما شاء الله مثل ظلف نو هذه مورا مقرر دوضة 70 سنة أبري أدخذ مغارة تراباج فور والسيادراء أكين قارنتي ويوم نسادينا ونزرى من المنمث إهملا الظل كان ربي قال وأقيموا الصلاة أتفد أقيموا قيامة يناد أقيموا الصلاة المعنى إيه ستفد الظل إنه من الزمر الخشوع ذي القرز الأركان خدميث سوا سوا فزمر فيه ذاك ذايا وأقيموا الصلاة أكيد شبح ولا تكونوا من المشركين حاذر تسليم سوياني نظم سين دي هذو ربي إن شاء دي هذو ربي كثا خلقيف يكون سعال فايدة ما إلا ربي هذا كثا خلقيف خطر الجنة تضيق هرا توسع مليح إهما لا ولكن ذي الواجب النغيك ودي اسم خيوة ربنا دي سورة الذاريات الآية 55 وذكر فإن الذكرى تنفع المؤمنين ذا اسم خيوة جغاو ثالويث أرثم ليليث سلام ربي في اللهم